عن ان انت قابلتيها قبل كده، ما كنتيش حاسه بالذات لما الناس قاعده تقول شويه فيها اغراء حبه، شخصيه جريئه شويه، فانت ما حسيتيش ان انت خايفه ان انت ممكن تكوني تقبلي الدور ده؟ لا خالص، انا اصلا مقتنعه اني ممثله، المفروض كأي ممثل انه يعمل كل الادوار على فكرة. بس انا مشكلتي، يعني دي مشكلة عندي انا، ان انا عندي بعض المحاذير. يمكن ما بقدرش اعمل ده كويس في السينما، لانه السينما مفتوحة، فاللي هو لازم كل حاجة تعمل بجد، اللي هو يعني لو اغراء ممكن نبقى لابس عريان وفي بوس وفي الحاجات دي. الفيديو الى حد ما في كنترول في الحتة دي، وانا كمان كنت قصده وانا بعمل الجرمين انها تبقى اغراء ما تكسفش، وانا ولادي بيتفرجوا، لانه ما فيهوش حاجه عريانه، ما فيهوش الفاظ، ما فيهوش اي حاجه خالص. هو تمثيل بس، يعني تمثيل. وانا مقتنعه كمان ان ممكن تبقى ست مغريه جدا وهي لابسه كل هدومها، مش شرط ابدا انها تبقى عريانه يعني. طب لو في دور جالك بيتطلب ان الدور يبقى فيه اغراء بجد، الفاظ واغراء؟ لا مش هعمله. مش هتعمليه؟ لا. حتى لو الدور كان تحفة والكاست فظيع؟ حصلت قبل كده وقلت لا. ما انا بقولك هي دي مشكلة عندي انا، هو ده الغلط عندي انا، ان انا مش هقدر اعمل كده ومش هعرف اعمل كده خالص.